وينضم إلي عبر الهاتف الأستاذ شوقي حامد الناقد الرياضي. كابتن شوقي أهلا بحضرتك على التلفزيون المصري. أهلا بك يا أستاذ مصطفى، أهلا بمشاهدينا وصلت كل أنحاء. أهلا بحضرتك. وصلت بعثة المنتخب منذ قليل إلى مطار القاهرة الدولي، وفي استقبالهم الكثير من يعني أفراد الشعب المصري ووسائل وكالات الأنباء المصرية، ويعني الكل في مصر ممتن للأداء البطولي الذين قدموه خلال مسيرتهم في هذه البطولة. ما رأيك في هذا يعني الاستقبال، وربما تخيم على وجوههم يعني ربما لعدم الحصول على البطولة، يعني كنا نتمنى أن نحصل على هذه البطولة خاصة بعد هذا الأداء. الاستقبال الحافل والمشاعر الجياشة للشعب المصري ككل لأبنائنا من عناصر المنتخب الوطني وقياداته وإدارته تعكس مدى احترام الناس للأداء المشرف والجهد الطيب والروح القتالية غير العادية التي بذلها كل عناصر بعثة المنتخب في الكاميرون، والتي فعلا أدت إلى وصولهم للقاء النهائي، وكانوا قاب قوسين أو أدنى من إحراز البطولة. الحقيقة الناس دي كانوا رجال مواقف، أدوا كل ما عليهم، حربوا الظروف المعاكسة من إصابات لجماهير غير ودودة وتحكيم ظالم ومناخ غير يعني معتدينه، ومع ذلك حربوا كل هذه المضادات والمعاكسات وعملوا عروض جيدة جعلت الجميع يحترمه. وليس أدل على ذلك من سيد الرئيس السيسي بنفسه أرسل لهم تهنئة على أنهم كانوا رجالا بحق، أدوا ما عليهم من واجب وضحوا من أجل مصر بكل شيء، ويستحقوا فعلا إن شاء الله أن هم يوصلوا لكأس العالم من خلال السنغال برضو بإذن الله. طيب كابتن شوقي، يعني كان في سؤال للكابتن وائل جمعة منذ قليل عن استعدادات المنتخب لمنافسات كأس العالم، يعني هتكون مباراة ماراثونية أيضا، ولكنها تحدث عن أنهم لم يصلوا إلى الصيغة النهائية لأنهم يعني ما زالوا في مطار القاهرة الدولي. يعني ما هي الاستعدادات التي من الممكن أن تتخذ من قبل الجهاز الفني والاستعداد البدني والنفسي لتصفيات كأس العالم؟ بداية لازم يطووا صفحة الماضي القريب اللي هي ما خدوش فيها البطولة، مع أنهم كانوا على وشك أنهم يحرزوها. غلق الملف ده وفتح الملف الإعدادي للبطولة القادمة ولقائي السنغال سواء هنا في مصر أو هناك. الإعداد لهذه المباراة لابد أن يتخللوا لقاءات ودية، معسكرات إعدادية، دراسات فنية، لابد أن يعملوا بسرعة جدا على شفاء ودواء المصابين. نعم. على تجهيز الجاهزين. الأمور دي أعتقد أن كروش خبير بيها وعلى علم ودراية كامدة بيها، وإن شاء الله بالتنسيق مع وائل جمعة. نعم. واتحاد الكرة المصري بقيادة جمال علام هيتم إعداد المنتخب إعداد جيد لهذين اللقاءين الصعبين. كابتن شوقي، 360 دقيقة خضها المنتخب المصري في ثلاث مباريات ماراثونية، مباراة مصر والكاميرون، مباراة مصر والمغرب، مباراة مصر وكوتيفوار، أثبتوا فيها حقيقي أنهم رجال وبحق. كيف تابعت هذه المباريات الثلاث، وما هو الانطباع الذي تكون لديك من خلال الأداء البطولي الذي قدموه رجال المنتخب المصري؟ رجال المنتخب كانوا رجال مواقف، كانوا رجال على قدر كامل من التضحية والفداء، كان عندهم دوافع حماسية، دوافع إرادية، دوافع فنية، كان عندهم قيادات واعية قدروا فعلا تديرهم إدارة جيدة بخطط واعية. كل من شارك حتى البدلاء أدوا ما عليهم وأكثر، وكنا يعني ما كناش نعرف أسماء ناس شاركوا لمجرد إصابة. نعم. الركائز. نعم. يعني محمد عبد المنعم أحد أبطال رجال المنتخب بتوعنا، اللي هو كان واخد
مان اوف ذا ماتش او رجل المباراه الاول المباراه اللي فاتت كان يعني غير مطروق اسمه غير معروف وشارك لان حجازي اصيب والونش اصيب فشارك واصبح اساسيا ويستحق ان هو الناس تحترمه. وعلى هذا المستوى في ناس كتير ادت سواء ادت في مكانها يعني امام عاشور ما حدش كان يعرفه على المستوى الدولي. طب كابتن شوقي ما كانش حد يعرفه على المستوى الدولي لكنه لما تم الدفع بهم اثبتوا انهم رجال بحق ويستحقوا الاعتماد عليهم والاعتداد بهم. سؤال كابتن شوقي حامد سؤال وهو له علاقه بمن يتيح الفرصه لجيل جديد لم يعرفه الشارع المصري او الشارع العربي. ما الذي يمكن أن نقدمه نحن نقاد رياضيين أو مدربين أو ما إلى ذلك لرجل وهو كارلوس كيروش الذي يعني أظهر لنا لاعبون جدد لم يكن يعرف أو يسمع عنهم أحد على الإطلاق؟ الناس حسبت كارلوس كيروش على تصريح غير موفق قال أنا مش رايح الكاميرون عشان أخد البطولة. قامت الدنيا ولم تقعد أيامها وطلبوا بإقصاءه وطلبوا إبعاده وطلبوا بمعاقبته والرجل تراجع عن التصريح وقال إحنا إن شاء الله نروح ناخد البطولة. كارلوس كيروش دلوقتي أثبت زي ما حضرتك قلت في المقدمة أنه أيقونة فنية للشعب المصري، أيقونة تستطيع أن تقود شبابه، أن تقدم موهوبين جدد، أن تعوض الكرة المصرية عما افتقدته من استقرار واعداد وتجهيز خلال فترات طويله ماضيه. اعتقد ان كارلوس كيروش عايز دعم من الاتحاد، عايز مسانده من الجماهير، عايز هو عنده المسانده من الجماهير وعنده الدعم من الاتحاد والدعم من كل افراد الشارع المصري. على كل احوال انا بشكرك شكرا جزيلا ضيفي الكريم.